اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الفل، ومع بعض بقى هنقول كلام، بس كلام في الممنوع، اوكي؟ وبقى الاصحاب القلوب الجامده قوي قوي يعني. مش عارفه ليه وانا بقول لحضراتكم كلام في الممنوع افتكرت كاتب كبير رحمه الله عليه كنت بحبه قوي. مش عارفه حضراتكم فاكرين ولا لا، اللي هو الاستاذ مجدي مهنا. كان بمناسبه في الممنوع ده كان ليه برنامج شهير قوي على قناه دريم، اعتقد باسمه بنفس الاسم، يا اما كلام في الممنوع او في الممنوع. المهم ما علينا، على راي محمود عبد العزيز. في الحقيقة من الكتاب اللي أنا مش أنا بس، يعني كتير جدا من النقاد والمحللين والأدباء أيضا اللي شافوه أكتر كاتب أو أكتر أديب أو أكتر روائي اتكلم عن المرأة وعن مشاعرها وعن أحساسها وعن تكوينها، ومش بس الأمور دي، لأنه كان ظلم في حتة معينة أنه أديب الحب والجنس وما إلى ذلك. لا، ده هو اتكلم في معظم الأمور اللي بتخص المرأة، ويمكن زي ما بقول لحضراتكم أكترها تركيز، يعني أكتر أديب بركز أو حلل بشكل واقعي جدا أحاسيس ومشاعر المرأة كان كاتب المفضل الكاتب الكبير رحمة الله عليه إحسان عبد القدوس، وهو تقريبا كان توفاه الله سنة 1990، وطبعا من عشاقه وتقريبا حافظ الأفلام والروايات وما إلى ذلك. وحتى كنت قبل ما أدرس علم النفس كنت دايما أقول قد إيه هو قادر على تحليل المرأة وتحليل تكوينها النفسي، وكان يعني مش عاوزة أخبى على حضراتكم كان نفسي أقابله، أو يعني من الناس اللي كان نفسي أقابلهم عشان أسأله حاجتين. إيه هما بقى الحاجتين دول؟ كنت عاوز اقول له يعني استاذ احسان، حضرتك الشخصيات الكتيره اللي انت عملتها في افلامك، مثلتها ناديه لطفي او فاتن حمامه او 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 ماجده، حضرتك قابلتهم في ارض الواقع؟ واذا كانوا هم طيب، ولو انت ما قابلتهمش اكيد هم مستلهمين من الواقع. طب واذا كنت انت قابلتهم، هل كان في قصص حب بتجمعك بينك وبين الشخصيات النسائيه اللي كتير دي؟ ثانيا، ان انا كمان كان من كتر حبي ان كان في كتير حبي ليه، يعني ان كان في كتير جدا من شخصياتهم على اسمي، فانا ده كان بيسعدني قوي بالذات وانا في مرحله المراهقه. جميل خالص كل الكلام ده. طب ايه بقى سبب الكلام عن الكاتب الكبير احسان عبد القدوس؟ قريت له حاجه في الحقيقة، يمكن الورقة لسه قدامي. إخلاص الزوجة، خد بال حضراتكم بقى من الكلام ده، إخلاص الزوجة بجسدها سهل، والصعب هو أن تخلص بقلبها وروحها. يعني واخد بال حضرتك من الكلام؟ يعني ان الزوجه بالجسد وان هي ما تقعش يعني اعوذ بالله في مثلا زنا او ارتكاب كبائر وما الى ذلك، سهل عليها انها يعني ده هو بيتكلم طبعا اكيد عن المراه العربيه، يعني بنتيجه عاداتها نتيجه الدين بتاعنا وما الى ذلك، لكن بروحها وبقلبها صعب. الاخلاص بروحها وقلبها صعب. طبعا انا لو كنت بكلم الاستاذ احسان دلوقتي، طبعا احنا برضو مش هنقدر نعمم، يعني احنا مش هنعمم، ومش بقول الكلام ده عشان حضرتكم تقولي طبعا ما انت متحيزه للمراه، لا مش هنعمم. التعميم في البشريه او في الانسانيه او في الامور دي كلها صعب، لكن انا عاوز اقول لحضراتكم ده على ارض الواقع موجود. ويمكن انا بحكم الواحد بحكم دراسته وما الى ذلك، يمكن في العياده كان جات لي اكتر من حاله فعلا تقول نفس الكلام اللي قاله الاستاذ احسان عبد القدوس من فتره طويله. يعني تقول لك ايه، والله انا يعني انا متزوجه انسان محترم جدا وبيصرف عليا وانسان كريم و و و و وبيراعي ظروفي انا والولاد ومش حرمنا من حاجه، لكن بص يا دكتوره انا ممكن يجي عليا وقت من الاوقات ما بقدرش امنع تفكيري من شخص في شخص ما، او الاقي نفسي بفكر فيه، هو ده خيانه؟ في الحقيقه الحالات اللي زي دي كانت بتبقى حالات بتاخد وقت، طبعا هي بيتعدل السلوك وما الى ذلك، لكن انا يعني كان سبب الكلام ان هو فعلا ده موجود على ارض الواقع، وقد ايه كان هو هذا الاديب الكبير يعني رحمه الله عليه ان هو فعلا كان دارس سيكولوجية المراه وكان فاهمها كويس قوي، فعلا ده موجود. لكن زي ما بقول لحضراتكم احنا مش بنعمم الامور دي كلها. ويمكن هتكلم مع حضراتكم في حاجه يمكن هي بعيده عن ده شويه. انا مره كان في احد البرامج، ففي حد سالني يعني الاستاذ المذيع طبعا الاعلامي سالني، انت دايما بتتكلمي عن الخيانات الزوجيه وخيانه الرجل وخيانه المراه، من وجهه نظرك ايه الخيانه الاقوى؟ او انت شايفه هل الخيانه الجنسيه
الخيانة الجنسية ولا الخيانة النفسية والمعنوية عند الجنسين. هو كلمة خيانة، كلمة خيانة من وجهة نظري بدون ان احنا نخوض في تفاصيل كتير جدا، هي لها شقين، شق جسدي، وانا بتكلم على الازواج يعني، شق جسدي وشق نفسي وروحاني. انا من وجهة نظري، تخيلوا بقى حضراتكم، يمكن البعض يتفق ممكن يختلف، الخيانة النفسية او الخيانة بالقلب او الخيانة الروحية من وجهة نظري يعني اخطر بكتير من الخيانة الجنسية. يعني ربنا يعفينا طبعا من كل هذا، لكن هو ان قد تكون الخيانة الجنسية ممكن تكون نزوة، ممكن يكون شيء عابر، ممكن بالذات انا بالذات بتكلم على سيكولوجية الرجل، يقول لك انا كنت تحت ضغط ما، انا كنت في ظروف غربة، انا كنت في حرمان ما، وهكذا. لكن بصفة عامة كرأيي أنا كزينب سالم، يعني لا، الخيانة اللي بالقلب وبالروح دي، أو إن الرجل يحب في وجود زوجته، أو المرأة يبدأ يبقى ليها خيالات أو تفكيرات في وجود الزوج، لا، أنا ببقى شايفة إن ده أقوى وأعنف من الخيانات الأخرى. هقول حاجة بقى وهطلع أجري من غير بقى تعليقات ومن غير أي حاجة. في دراسة هنا، بس طبعا حضراتكم عارفين إن أنا مش متحيزة للمرأة او ضد الرجل. اذا كانت المرأة، وده على فكرة لا يعني لا يلغي ان في خيانات زوجية المرأة فيها هي يعني المسؤولة وما الى ذلك، يعني ما موجود للأسف الشديد في مجتمعنا. لكن اللي انا عاوز اقوله بصفة عامة وايضا غير قابل للتعميم، ان الرجل إذا كانت المرأة بتبقى مخلصة بالجسد في معظم الأوقات، لكن بالروح والقلب أحياناً بيخونها مثل هذه المشاعر، فالراجل ممكن يخون في الاثنين. يعني ممكن كتكوين عند الراجل يخون في الاثنين. يعني أنا، وبالمناسبة برضه عاوز أقول لحضراتكم، دايماً لما باجي أتكلم على حتة الرجل والمرأة بلاقي أصدقائي، طبعاً هم كلهم بحبهم وكلهم بموت فيهم، وانت بقى عشان متحيزة للمرأة يا دكتورة، هو عشان يعني هو الرجل ده الرجل غلبان، والله هو الرجل غلبان ومظلوم والأمور دي كلها. لكن أنا بتكلم من الناحية السايبة أو من الناحية النفسية أو في ضوء الدراسات. وزي ما بقول لحضراتكم، إحنا يعني لما الواحد بيجي يتكلم عن الرجل والمرأة، أصل الرجل والمرأة دول أسرة، وللأسف الشديد في بينهم يعني ضربات كتير، عشان كده بنشوف إفرازات مجتمعية. وقت تاني بقى نبقى نتكلم فيها. بكون سعيدة جدا لما بتكلم مع حضراتكم، وقد إيه الواحد لما بيرجع لأدبائنا أو المفكرين بتوعنا، قد إيه الواحد بيظل يتعلم منهم، وبيبقوا ممكن يقولولنا معلومات ويقولولنا أشياء فعلا بتبقى الهدف منها إن إحنا إصلاح المجتمعات في معظم الأحوال في الحقيقة. مش عاوز حد يزعل لأن أنا بقول إن الرجل يعني يبقى خاين جسديا ونفسيا وعاطفيا، دي أجزاء، إحنا بشر. يعني دايما نقول كده، إحنا بشر، في منا الطيب، في منا الشرير، في منا ده وفي منا ده. لو كلنا على نمط واحد أو كلنا، ما كانش اللي هيبقى في جريمة ولا في انحراف ولا في شذوذ، ولا كنا إحنا اشتغلنا. يلا باي باي.